بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الان والى الابد امين. صراحه منظر مفرح كده لما يبقى اجتماع السيدات كل الناس موجوده كده. ربنا يبارك حياتكم ويفرح قلوبكم ويزيد العدد اضعاف اضعاف. قبل ما نبتدي كلمتنا النهارده سمعتوا ان احنا كنيسه بتصلي فرايح. ليه بقى؟ عشان بكره 29 من شهر توت، صح؟ فعندنا كل يوم 29 من الشهر بنحتفل بالبشاره والميلاد والقيام. طيب السؤال بقى دلوقتي اللي احنا ندي عليه جوائز بقى، ايه رايكم؟ بنحتفل بيه كم مره في السنه؟ بس ما تستعجلوش، فكروا في الاجابه الاول. اتفضل. 10 شهور. في حد عنده اجابه تانية غير 10؟ ها؟ اللي عنده اجابه غير 10 بس يرفع ايديه. اتفضل. ها؟ 12؟ طيب. شكلنا خسرنا اول جايزه كده. طيب انا ملاحظ في كلام كتير. في كلام كتير في الكنيسه. هو مش معنى ان احنا بنسال يعني نرغي مع بعض. صح؟ في حد كان عايز يقول لي اتفضل. 11. طيب اتفضل. 9. طيب احنا بنحتفل بيه عشان ما اطولش بس في الوقت ده 5 أو 6 مرات في السنه. ليه بقى؟ ليه؟ اولا شهر طوبة وامشير ما بنحتفلش بيهم لانه رمز لايه؟ ها؟ رمز لايه في طوبة وامشير؟ ان العذراء ما كانتش حامل في السيد المسيح في الشهرين دول، صح؟ عيد البشارة كان 29 ايه؟ برمهات، صح؟ وبعد كده نيجي بعد كده القيامة كان 29 برمهات برضو. ففي طوبة وأمشير كانت العذراء مش حامل في السيد المسيح، أدي كده شهرين. صح كده؟ تمام. شهر كيهك يوم 29 بنحتفل بإيه؟ بالميلاد. صح كده؟ يبقى كده كيهك كمان ما بنحتفلش بالتلات إيه؟ تلات أعياد. برمهات 29 برمهات بنحتفل بعيد إيه؟ البشارة. صح كده؟ يبقى أدي رابع شهر ما بنحتفلش بيه بالتلات اعياد مع بعض. صح؟ نيجي بقى في الاشهر اللي بيبقى فيها الصيام واللي فيها الخمسين المقدسة احنا كده كده ما بنحتفلش بالايه؟ بالاعياد التلاتة لان هو عيد القيامة يصغي على كل الايه؟ على كل الاعياد. فيبقى فاضل لنا 5 أو 6 شهور بس. للشهر السادس ممكن يجي في الخمسين المقدسة أو ما يجيش، فممكن يبقوا 5 أو 6. تمام؟ طيب دي بالنسبة للمعلومة بتاعت العيد. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يعيد عليكم الأعياد بخير ويحافظ عليكم ويسندكم. الصراحة النهاردة أنا كان عندي اجتماع في الكنيسة عندي الساعة 8، فحاولت أعمل إيه؟ اتصل بابونا عشان خاطر اعمل ايه؟ اعتذر. فلما فكرت اعتذر يا ترى طب انا هقول لابونا ايه؟ فقعدت افكر في تبريرات ملهاش لازمه. فقعدت افكر كده شويه، قعدت اقول يا ترى لو انا عملت كده هيبقى موقفي انا ايه؟ هم؟
موقف مش كويس، صح كده؟ كلنا بنعمل كده، بنستعجب، صح؟ كلنا بنأجل توبتنا. ليه؟ بندي أعذار وبندي تبريرات. واحد يقول لي أنا الصراحة مش فاضي، ما عنديش وقت أروح أعترف. واحدة تانية تقول لي أنا مشغولة عن ربنا، عندي شغل كتير قوي، والصراحة قعدتي مع أولادي في المذاكرة مش مدياني وقت إن أنا أروح الكنيسة، لا أعترف ولا أحضر قداسات ولا أحضر اجتماعات. يا ترى شكلنا يبقى إيه؟ كان هيبقى زي شكلي من شوية كده لو أنا ما جيتش، صح؟ كلنا بنقدم معطلات للتوبة، بنقدم معطلات للتوبة. احنا عندنا معطلات للتوبة لو قعدنا نعدها النهاردة مع بعضينا هتلاقوا اكتر من 50 معطل، اكتر من 50 معطل. تعالوا نشوف الاعطال بتاعتنا دي وازاي نصلحها. بس قبل ما نتكلم عن الاعطال والطرق تصلحها، تعالوا نعرف ايه هي التوبة. لو شرحنا الخطية هنعرف نشرح التوبة. الخطية هي ايه؟ انفصال عن الله، صحيح. الخطية هي انفصال عن الله. طب يبقى التوبة اللي هي ايه؟ الرجوع الى الله. ربنا يقول لنا كده ايه؟ ارجعوا الي اعمل ايه؟ ارجع اليكم. يا ترى كم واحد فينا منفصل عن ربنا؟ وكم واحدة فينا رجعت لربنا وقالت له يا رب أنا أخطيت إليك؟ الخطية هي خصومة مع الله. يبقى نقدر نقول إن التوبة هي إيه؟ مصالحة. يا ترى كلنا بالليل بنقف كده قصاد ربنا ونصلي ونقول له يا رب احنا جايين نتصالح معاك، احنا النهاردة عملنا كيت وكيت 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 وكيت، جايين نقدم توبة دلوقتي ونقول لك ايه؟ صالح. تخيلوا واحدة زعلانة مع جوزها او مع اولادها او مع اي حد كده في البيت، سامحوني في التعبير اللي انا هقوله، يعني تفضل لو يبوزها شبرين ومش عايزه اتكلم حد، تقول ان ما كانش يجي يصالحني انا ما اعملش ايه؟ مش هكلمه. طب مين الغلطان؟ مش مهم مين الغلطان، مهم ان هو يعمل ايه؟ يصالحني. طب احنا بنعمل كده مع ربنا يا ترى؟ بنقول له يا رب احنا زعلناك اليوم كله، اغضبناك اليوم كله، ومع ذلك شايفين وشك بشوش، شايفينك واقف على الصليب فاتح حضنك مستنينا كلنا نرجع اليك. يا ترى هتصالحوا ربنا ولا لسه عندكم معطلات؟ التوبة هي يقظة روحية، يقظة روحية. الإنسان الخاطي تملي تلاقيه كده إيه؟ غفلان. يعني إيه غفلان؟ ما بيحسش باللي هو فيه. واحد واخداه الدنيا، واحد واخداه الانشغالات. ربنا يقول لنا كده استيقظ ايها النائم وقم من النوم ليضيء لك المسيح. لكن كلنا عاملين ايه؟ في غفل.
يوم ورا يوم وسنة ورا سنة. أحيانا كتير عندنا في الكنيسة مثلا محدش يقدم للخدمة إلا ما يجيب تزكية أب اعتراف، فتلاقوا وقت تغيير الخدمة ده الناس كلها عند مين؟ عند أب الاعتراف. فتلاقي أبونا شايفه هو داخل كده يقول له أهلا يا فلان أنت جاي تعترف النهاردة، قال له الصراحة أبونا أنا كنت جاي أعترف بس ما عنديش وقت، أنا بس ممكن أمضي الورقة دي. أقول له يا حبيبي أنت بتخدم مين؟ عايز تخدم صح اخدم نفسك أولا، لأنك إنسان غير مؤتمن، إنسان بتدور على مصلحتك الشخصية، إنسان أناني عايز إيه؟ عايز يظهر وبس. يقعد يأجل في التوبة دي، تقول له يا حبيبي أنت عايز تقوم من تاني، عايز تتعلم تخش الخدمة من تاني عشان خاطر تعمل إيه؟ تبتدي تخدم من جديد. هقول له خد بالك يا حبيبي ان التوبة دي هي رجوع النفس لله. يا ترى انت كده راضي عن نفسك؟ يا ترى انت كده شايف حرارة قلبك شغالة مع ربنا انك انت تأخر توبتك لربنا واعترافك؟ يا ترى انت هتقدم ايه للناس؟ الانسان الفاضي عمره ما يملى حد. لازم الاول يعمل ايه؟ يتملي عشان يعرف ايه؟ يدي، يعرف يفيد. شوفوا الابن الضال اول حاجة عمل ايه؟ يقول الكتاب كده ايه؟ فرجع الى نفسه. حد يعمل ايه؟ استيقظ، صحي من النوم، فاق، قال لك ده انا حتى الخرنوب اللي انا عمال اكله ده ما بياكلوش حتى عند ابويا. انتوا عارفين الخرنوب ده اللي هو ايه؟ خشب، خشب اكل الخنازير، يعني ممكن يقطع معدته. لكن هو عمل ايه؟ فكر، فكر كده وندم، قال لك ده انا كنت متنعم في بيت ابي. كلنا كنا متنعمين في بيت ابونا لولا الايه؟ الخطيه هي اللي بعدتنا. الابن الضال لما فكر في الفلوس والاصحاب والغنى و و و و عشان ياخد نصيبه عمل ايه؟ خسر. احنا كمان بنخسر ابديتنا، بنعطل وجودنا في الملكوت، بنعطل حياتنا الحلوة مع ربنا بانشغالاتنا. عشان كده تملي نقول الخطية هي موت روحي. يقول كده الكتاب عن الخطاة انهم ايه؟ اموات بالخطايا. عشان كده لما يجي حد يعترف ويتوب نقول كده انتقل من الموت الى الايه؟ الحياة. ليه انتقل من الموت للحياة؟ عشان خاطر فاق، صحي نفسه، رجع لربنا. يقول لك استيقظ ايها النائم وقم الامل بين الاموات فيضيء لك الايه؟ يضيء لك المسيح. التوبة هي قيامة، قيامة للروح. تلاقي الإنسان بيجدد في قلبه، يرجع عن طريق الخطية، يتحرر من العبودية.
يتحرر من العادات والحاجات اللي احنا تملي بتمسك بيها في الارضيات. احيانا كتير الناس تنشغل عن ربنا عشان عندها اسلوب معين في حياتها. تقول لك اصل احنا كنا بننظف يوم السبت فالست ما كانتش فاضيه فهتجيلي بكره. فهتجيلي يوم ايه؟ يوم الحد. طب يا حبيبي او حبيبتي اليوم ده بتاع ربنا. معلش معلش يا ابونا النبادي بس احسن ده احنا ايه؟ ده البيت ده له مش عارف قد ايه ما تنظفش. ممكن يبقى عندك اجتماع يقول لك اصل النهارده جاي لي زياره فنأجل الاجتماع الاسبوع ده. حياتنا الروحيه تملي اخر حاجه بالنسبه لنا. ممكن ننشغل بحاجات كتير قوي لكن الحياه الروحيه ممكن تبقى ايه؟ اخر حاجه. تعالوا شوفوا ولادنا النهارده الميديا كلت دماغهم. ممكن يبقى قاعد على الموبايل في ال 24 ساعه 18 ساعه وتيجي تقول له مش هنقرا في الكتاب المقدس يقول لك اصل انا مصدق. اصل انا الصراحه تعبان من الصبح وهخش انام. ده انت دي لك 18 ساعه قاعد على الموبايل ما افتكرتش انك تنام الا لما جينا نقول لك نفكرك بربنا. تبص تلاقي اولادنا يوم الخميس بالليل كده قاعدين لغايه الساعه 6 الصبح سهرانين على الموبايل. وتيجي القداس الصبح تلاقوا ايه؟ دخل ينام. ليه؟ ما عندوش اولويات. ما عندوش اولويات. عشان كده نقدر نقول التوبه هي تغيير لحياه الانسان. لو انت متعود على حاجات معينه تعمل ايه؟ تغيرها. يبقى انت كده ايه؟ تبت. نظرتك لربنا لازم تتغير سواء في الطباع او في السلوك او في الحديث او في معاملاتك مع الناس. لازم كل ده ايه؟ يتغير. استبدل الشهوة بتاعتك بشهوتك في الحياة مع الله. في ناس همها الشغل بس. يعني الواحدة تروح تسأل جوزها كده تقول له مش هتيجي الكنيسة؟ قال لها أصل أنا ما عنديش الصراحة إلا يوم واحد أجازة واليوم ده اللي هعمل فيه إيه؟ هرتاح. لكن لو في الشغل قالوا له عندك يوم إضافي هتلاقيه إيه؟ نازل من الساعة 5. مش قادر مش قادر يبطل انشغالاته. عشان كده تملي نقول ان التوبة تجديد الذهن. انك انت تغير افكارك. الكتاب يقول لنا كده ايه؟ تغيروا عن شكلكم بتجديد ايه؟ اذهانكم لتختبروا ما هي ارادة الله الصالحة. لو انت اتغيرت عن شكلك وغيرت فهمك وغيرت ذهنك هتلاقيك انت ايه؟ ابتديت تتحرر. التوبة هي المفتاح الوحيد اللي هيدخلك الملكوت. بدون توبة مفيش مغفرة. يا ابونا انت بتخوفنا؟ ده ربنا رحيم. ايوه ربنا رحيم بس ربنا قال لك ايه؟ ربنا قال لك ايه؟ من كل شجر الجنة تأكل الا حاجة واحدة بس. انت اللي ما سمعتش الكلام ما تجيش تلوم ربنا وتقول له انت عملت كذا وانت عملت كذا وانت عملت كذا. لا، الخطية عندك انت، خطية عندنا
انا اللي بعملها بايه؟ بارادتي. عشان كده ما لومش ربنا. اقول له يا رب انا عايز اتوب اليك عشان اهرب من الهلاك الابدي. اهرب من الغضب الاتي. ربنا عاقب ادم وطرده بره الجنة نتيجة لخطأ. لكن محبة ربنا لينا محبش يبقى آدم بره الملكوت. لأن ربنا بيقول الإنسان ده لذتي. إزاي أسيب لذتي دي بره الملكوت؟ فعمل إيه؟ جه واتجسد واتصلب عشاننا كلنا. عشان يعمل إيه؟ يرجعنا تاني. تخيلوا بعد ما عمل ده كله ربنا ورجعنا تاني احنا نقول له ايه؟ احنا مش عايزينك. لا لا لا، احنا عايزين الخطية تاني. يا ترى شكلنا ايه واحنا واقفين قصاد ربنا؟ شكلنا ايه واحنا واقفين نتحاسب قصاد ربنا؟ ويقول لك انا عملت وعملت 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 كل ده عشان ايه؟ عشان خاطرك انت. لكن للاسف انت عملتش ايه؟ سمعتش كلام. التوبه هي باب الرحم، استجابه الله للانسان ان هو يتوب مرة تاني ويرجع. ده ربنا كل شوية يدي للإنسان، بيقول له إيه؟ مش 7 مرات بس، ده 7 في إيه؟ في 70، والسبعين في 70، والسبعين في 70. كل ده يا رب؟ آه، كل ده عشان خاطر إن أنا أعمل إيه؟ عشان خاطر أبقى فرحان بيك. في موجز بسيط احنا شرحنا ايه هي التوبة. طيب، عشان انا عارف هتقولولي ايه هي المعطلات التوبة وايه هي الطرق اللي احنا نقدر نستخدمها عشان خاطر ما نرجعش تاني للخطيه. معطلات التوبة زي ما انا قلت لكم، اول حاجة كانت ايه؟ التبرير والاعتذار. ما تقعدش كل شوية تقول ايه؟ معلش، ربنا هيسامح. ممكن واحد يقول لي يا ابونا انا الصراحة بشتم واحلف، فبقول له بتعمل كده ليه؟ يقول لي طب ما كل الناس بتعمل كده. طيب هي كل الناس زيك انت؟ هو كل اللي دعي عليهم اسم المسيح زي الناس اللي بره؟ لا يا حبيبي لا. يقول الصراحة يا ابونا اصل انا كدبت كدبة بيضة كده. يدي بقى ايه؟ تبريرات واعذار. شايف ان عذره هيبقى ايه؟ هيبقى مقبول. ويجي يسألني يقول هي دي خطية يا ابونا؟ مال انت شايف ايه يا حبيبي؟ هو انا دي مش خطية كنت انت جيت قلت عليها؟ ما انت حاسس من جواك، حاسس من جواك ان في مشكلة. عشان كده ما تكونش في كثرة من التبريرات والأعذار. ما تقعدش تقول أنا ما رحتش كنيسة عشان مش فاضي، ده مش عذر يا حبيبي، ده عذر أقبح من ذنب. تاني حاجة التأجيل. ما تقعدش تأجل عمل اليوم للغد. لو أنت رايح النهاردة للاعتراف ايا كان الظروف اللي وراك روح وتوب لربنا. رايح تصلي صلي ربنا، ما يبقاش فيه ايه؟ انتوا عارفين المسيح لما ارسل تلاميذه قال لهم ايه؟ لا تسلموا على احد في الطريق. هو ربنا مش عايز سلام؟ هو ربنا بيقول لهم ايه؟ انا مش عايز حاجه تعطلكوا عن الخدمه. لو انت هتقابل حد
وانت ماشي يعطلك عن خدمتك، يستحسن انك تعمل ايه؟ تسلمش عليه عشان ما يعطلش خدمتك. انت كمان ما تعطلش وتأجل توبتك. يبقى احنا اول حاجة قلناها ايه؟ التبرير والاعذار. تاني حاجة التأجيل. تالت حاجة الاستخفاف والتهوين. يعني ايه؟ واحد يقول لي ابونا انا خطيتي بسيطة خالص. بلاش كده. ممكن نسأل حد في الاعتراف، اخبارك ايه يا ماما؟ تقول الحمد لله انا ما عملتش حاجة خالص. اقول لها صدقيني ده انت لو ما عملتيش حاجة خالص انا مستعد اديك مطانية دلوقتي، انك انت يعني كاملة كاملة كده. بس للأسف الانسان بيستخف بالخطايا اللي بيعملها، بيستهين بالخطايا اللي بايه، يقول لك دي كانت حاجات صغيرة كده يا ابونا ما تتحسبش. يعني يعني ايه ما تتحسبش؟ ده بيقول كل من قال كلمة بطالة، كلمة بطالة يعطى عنها ايه؟ يعطى عنها حساب. يبقى كده قلنا التبرير والاعذار، تاني حاجة التأجيل، تالت حاجة الاستخفاف والتهوين، رابع حاجة روح اليأس، فقد الرجاء. في واحد كده نيجي نكلمه يقول يا ابونا اصل انا مفيش فايده فيا، انا كل مره بعترف بنفس الحكايه وبرضه بعمل ايه؟ بقع فيها تاني. فخلاص بقى اصل مفيش فايده، انا عارف نفسي كويس، مهما يحصل ومهما يعمل الا هيحصل هعيد تاني. هو ربنا يقول لك يا حبيبي ما تفقدش الرجاء ابدا. ده الراجل قعد 38 سنة في الخطية وما يقس، ما يقس، فضل مستني ان ملاك يجي يحرك الايه؟ المية. ومع ذلك ربنا عمل ايه؟ ما كسفوش. عشان كده اوعي تفقدي رجائك ابدا. هو حد يأسك، ابليس تملي يأسنا، يعمل ايه؟ القداس مثلا الساعة 7، الانسان يصحى الساعة 7 يقول لك ده انا عقبال ما البس وانزل واروح هيبقى عدى ايه؟ عدى ربع القداس. وبعدين يعني ابونا تملي يقول اللي ما يحضرش القداس من اوله اكنه ايه؟ ما حضرش. فنعمل ايه؟ اكمل نوم. هو ابليس بيعمل كده؟ صدقوني الانسان ما يتعبش ويجيله ألم في ظهره وفي رجليه الا يوم القداس بس. بس اي يوم تاني يصحى زي الحصان واكدني ما فيش اي حاجة خالص. لكن ابليس تملي يعمل ايه؟ يعطل. عشان كده تملي تلاقي ابليس لما يهيج على المسيحيين يعملوا ايه؟ يحرقوا الكنائس، يهدوا البيت اللي بتصلوا فيه. ليه؟ اكتر حاجة تتعب ابليس القداس، ان الانسان يتناول من جسد الرب ودم. لما تيجي تصلي بالليل كل الاوجاع تجيلك، ممكن تبقى بتنظف البيت من الساعة 7 الصبح لغاية الساعة 10 بالليل، ولما تيجي تخش تنام تصلي تلاقي الايه؟ خلاص بقى رجلي وجعتني وظهري وجعني ومش قادر اقف ودوخة ومش عارف ايه. طب ما انتوا شغالة 12 ساعة ولا 13 ساعة. هو ده عمل ابليس، يعمل ايه؟ يعطل. طيب
هقول لكم عناوين كده بسرعة عشان أنا قدامي مثلا 5 دقايق بالظبط، أو أنا المفروض أكون خلصت. هقول لكم عناوين بسرعة كده وهقول لكم إزاي نصلح بسرعة برضو. اللي أنا قلت لكم 50 حاجة. أول حاجة الأنانية. الشخص الأناني ده ما يعرفش يتوب. اللي عنده دونية، يعني إيه عنده دونية؟ حد عارف؟ عنده نقص. عنده صغر نفس، عنده نقص في حاجة معينة كده، ده ما يعرفش يتوب. الشخص اللي بيقارن يقول لك ايه، شوف فلانة عاملة ازاي وعندها ايه وازايها مش عارف بيكون ايه، شوف فلانة اللي مش عارف في خدمة ايه وفي خدمة ايه وفي خدمة ايه. الشخص ده ما يعرفش يتوب، ما يعرفش يتوب. الشخص المستعلي اللي مفكر نفسه احسن من اللي حواليه، اللي مفكر نفسه انه بيعرف يتكلم ويخدم والباقي دول ما ايه، ما لهمش في الكلام ده، اللي مفكر نفسه انه في مكانة احسن من اللي حواليه. ربنا خلق كل الناس سواسية، كله زي بعضه. اوعى تفكر نفسك انك تستعلي على حد، لان ده هيعطل توبتك. الناس اللي ربنا يرحمنا بتوقع بين بعضهم، دول توبتهم متأجلة. اللي تقعد توقع ما بين الناس كده، شفت فلانة عملت ايه، شفت فلانة سوت ايه، اصل هي قالت كذا، اصل هي عملت كذا، ده شخص مش هيعرف يتوب الا اذا ايه، رجع لنفسه وبطل. ده الشخص المحب لذاته، الشخص المحب لذاته زي الاناني كده بالظبط. يعني الشخص اللي بيستعرض، اللي مفكر نفسه انه هو حاجة كويسة. الشخص اللي هو عنده الروتين اللي يفضل ماشي عليه كده ومش عارف يغيره، يفضل يتكلم 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 وفي الاخر كل الكلام ده ايه، ملهوش اي لازمة. الشخص اللي بيجامل مجاملة سيئة، ان هو ينافق، يقعد يتكلم 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 وكل كلامه ده نصه ايه، مش مظبوط. الشخص العبوس اللي تلاقوه تملي كده ايه، مكشر. طب انت يعني حاول تغير من شكلك شوية كده عشان ربنا يفرح بيك. كل الحاجات دي يعني جزء من المعطلات. طيب يا ترى ايه الخطوات اللي ناخدها عشان خاطر ربنا يقبل توبتنا؟ هقول لكم 7 خطوات بس، وانتوا تدوروا عليها فين؟ في الكتاب المقدس وفي حياتكم. نمرة 1، انك تكره الخطيه. يعني ايه يا ابونا اكره الخطيه؟ وفي حد بيكره الخطيه؟ مع الناس لو كرهت الخطيه يبقى الناس كلها في حاله توبه. اللي انا اقصده انك انت ما تحاولش تكرر الخطيه دي تاني وتسيب ربنا يشتغل معاك، تسيب ربنا يشتغل معاك. ما ينفعش انك انت تقول ان انا مش قادر، لا، قول انا هسلم لربنا حياتي وربنا هو يعمل ايه، هو اللي هيشتغل، هو اللي هيقدر يحل الامور دي. طيب يبقى نمرة 1 ايه، نكره الخطيه. نمرة 2 الاقلاع عنها. يعني ايه؟ ما تقعدش تعملها تاني، تنساها من دماغك،
تاخد تدريب روحي من اب اعترافك كده، قول له يا ابونا اعمل ايه عشان خاطر ايه ابطل دي. ما تسيبش ابونا الا لما تقول له اديني تدريب روحي عشان خاطر ما ارجعش للعاده دي تاني. في ناس مثلا ماسكاها عادات معينه زي مثلا شرب السجاير، فيجي ابونا يقول لك ايه، حاجتين تعملهم، اول حاجه حط في بقك بونبونايه او لبان، وبعد كده تصلي مزمور ان ربنا يعمل ايه، يسندك بقى، ان ربنا يقويك على عدم تكرار العاده السيئه دي تاني. التدريب الروحي مهم لكل واحد فينا، ما حدش يروح يعترف ويمشي كده بدون ما ياخد تدريب. ممكن يا ابونا ينسى، فانت فكره، قول له يا ابونا اديني تدريب اشتغل بيه. ثالث حاجه الندم، انك تندم على الخطيه اللي انت عملتها دي. الندم مش شرط ان هو يكون دموع، الندم ممكن يكون من القلب. القلب ده معتصر، وانا قاعد قصاد ابونا كده ومكسوف اطلع الكلام. لو انا حسيت بالندم ده هتلاقوا نفسكم مش هتكرر الخطيه دي تاني، على الاقل هتفتكر. كل ما تيجي تطلع اللفظ ده او العمل ده هتقول ايه، ده انا المره اللي فاتت رحت قلت لابونا وابونا قال لي 1 2 3. يستحسن ان انا اعمل ايه، بلاش الكلام ده. فالانسان النادم دي اول طرق الايه، التوبة. لما تيجي تروح عند ابونا وتعترف يبقى عندك اقرار بالخطية. يعني ايه؟ في واحد ممكن يروح يحكي لابونا او واحدة كده تقول له ابونا بس انا مش غلطان، انا عملت كذا 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 بس انا مش غلطان. هي مش معترفة انها ايه، غلطانة. لكن انا ممكن اقول لابونا ايه، انا فعلا غلطان، انا اللي ما فهمتش وجهة نظر اللي قدامي ومع ذلك انا غلط. دي تديك طريق للتوبة. لكن طول ما انت في عناد مع نفسك وبتطلع نفسك مش غلطان، انت مش ايه، مش تايب. خامس حاجة ترك دينونة المخطئ. يعني مش شرط ان واحد اخطأ قدامك تمسكه تعمل ايه، تسويه. هسه ده هو عمل وعمل 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 وعمل. حبيبي انت كده مش بتتوب، انت بتشترك معاه فين؟ في عدم التوب. عشان كده لازم تاخد بالك كويس قوي. اخر حاجة مسكنة القلب. قد ايه انت تبقى قلبك مضطدق، قلبك يشمل الكل، تبقى صبور، تبقى طويل الأناة، تبقى مثمر في حياتك. ربنا يدينا كلنا ان احنا نكون عندنا كلنا توبة حقيقية نقدمها لربنا ونعترف ونقر بيها ونقول له يا رب احنا عايزين نتصالح معاك في هذا اليوم. ما يبقاش بنسمع وما بنعملش، ما بنبقاش نشوف وما ننفذ، لان دي دينونة عليك. الرجل اللي كان شاب غني لما جم سألوه احفظ الوصايا قال لهم ايه، حفظتها منذ حداثتي. لما جه يطبق مشي حزين اختم.
احنا كلنا وانا فيكم برضو من ضمنكم يعني بنعمل كده. لما نيجي نطبق الوصية بنعمل ايه؟ نبقى زعلانين قوي. ربنا يديكوا ويفرح قلبكوا، يديكوا توبة حقيقية. لله المجد دائما ابديا امين. من فم ابونا ارسانيوس بنشكر قدس ابونا، ربنا يجعلنا سامعين عاملين. هنصلي خلاص؟